عليكم، انا سميتي ارجوان من مكناس، قصتي مع ولد اللي بغيتو من نيتي. حنا كنا ساكنين في اكادير وجينا تقرينا في مكناس. واحد المره في التربليجينا لي حي شبيب بحال الا كنا ديجا كنا فيه. داز الشهر الاول عادي، قدينا الدار كلشي، سجلت في المدرسه وكان عندي الباك ديك الساعه. من المدرسه للدار ما كانوش عندي الصحابات في داك الدرب، صافي حديت الدار ما كنخرجش. حتى لواحد المره جا واحدنا الضياف على غفله وخرجت نتسخر، ما عرفاش الدرب وما حافظاهش مزيان. خرجت تسخرت وغدا رجع للدار، كان واحد الدري تابعني ما عطيتوش وقت، وعاوتاني ولا تبعني تاني مره. خرجت تبعني وانا تلفت على الدرب، صونيت الوالد ديالي جاليا. داز داك النهار الثاني ورجعت عاوتاني نفس السيستيم، نتا المدرسه شي سيمانه تقريبا. تعرفت على واحد البنت في المدرسه، بنت درب لي ورانا، تعرفت عليها، تعرفت عليا، مني منك حتى بدينا كنوليو اصدقاء. كنمشيو في الطريق كنتلاقاو انا وياها، قالت لي واحد النهار يلا نخرجوا ندورك في مكناس وتشوفي مكناس كيفاش داير. قلت لي هلا، صراحه كانت بنت الناس ونعمة التربيه. جات عندي جلسنا شويه في الدار وخرجنا، وملي خرجنا نفس الولد ديما تابعني. جا عندي قال لي راني بغيت نمرتك، ما بغيتش نعطيها ليه. بقينا هكاك ديما تابعني لدرجه ما كان بغيش نخرج على داك الحساب، ديما شوها في الزنقه. بنات الزنقه ديالي حتى وحده فيهم ما كتحملني، ديما كيلوحوا لي الهضره. مهم بديت كنتعرف على بنات بزاف، وداك خونا نسيت وصافي ما بقاش كيدور بيا. واحد المره كنا مقصرين في واحد الجروب في الفيسبوك، البنات شويه بداو كيدخلوا، الدراري كلهم ولا الدرب كلشي كيهضر، انا كنشوفه ساكته ما عندي ما نقول. خرجت منه وانا نلقى واحد مصيفط لي طلب وقبلته، بدا كيهضر معايا، تعرفت عليه. حتى لهنا كلشي مزيان، حتى نهار لقيتو مصيفط لي عاوتاني في الواتساب وسولته شكون معايا. قال لي ها شكون. قال لي بلي انا اللي كنت ديما تابعك وانا اللي هضرت معك فيسبوك. مهم ما بغيتيش تعطيني النمره، هاني لقيتها. بدينا كنهضروا، تعرفنا مزيان على بعضياتنا، كنت ديما كنهضر معاه، ما كاينش شي نهار داز وما هضرناش انا وياه. كان الصراحه مهتم بيا بزاف اكثر من القياس. داز شي شهر وحنا ديما كنهضروا، صافي حتى لواحد المره لقيتو حتى المدرسه فاش كنقرا، هو غادي معايا في الطريق كنهضروا عادي. ديك الساعه كانت عندي تقريبا شي 18 عام وهو 20. في الاول كنهضر معاه بحال خويا، ولكن بديت كنحس بشي حاجه من جهته. تقريبا داز عام بيناتنا، واحد المره قال لي نتلاقاو، مشيت لقيت به، قال لي بلي كيبغيني وناويني للحلال، وعام وحنا مع بعضياتنا، ودابا جا الوقت اللي نقولها لك. المهم انا على نيتي تيقته، شفت في عيني تيقت. صافي داز سيمانه بالضبط عاود قال لي نتلاقاو، ما خسرش لي خاطره. كنتلاقاو ثلاثه المرات في السيمانه وديما الهضره معاه ما كتساليش. كنشوف راسي هملت قرايتي بزاف لواحد الدرجه راه ما يمكنش ما كنمشيش للمدرسه باش نبقى معاه. دازت الموده قلت ليه ما ناويش تجي لدارنا، قال لي بلاتي نجمع شويه الفلوس ونجي. المهم مع الموده بديت كنلاحظ ما بقاش كيهتم بيا، ما بقاش كيصوني ليا ولا كيتجاهلني بزاف. كنصوني عليه مره كيجاوب مره ولا ما كيجاوبش كاع. المهم هامني وحتى وليت كنبغيه اكثر من راسي. قلت ليه نتلاقاو دابا، صونيت عليه جاوب قال لي بلاصتنا تسنيني فيها. مشيت كنتسنى من 6 7 بالضبط كنصوني، ولقيت التليفون ديالو طافي، طفى عليا. كنتسنى تاني شي ساعه والو، حتى طاحت عليا الظلمه ودخلت للدار معطله. ماما بقات كتغوت عليا، بابا حتى هو ما خلى فيا غير اللي نساو. صافي انا طلعت لبيتي معصبه، صيفطت ليه لقيتهم بلوكيني. اخر ميساج انا اللي صيفطته كنبكي، ما فاهمه والو، كنبكي بحال رجعتي حيت ما شفتوش. عاودت لصاحبتي كلشي، قالت لي سيري عندو شوفي اشنو واقع. مشيت بصح لقيت واحد الدري صاحبو كنهضروا، المهم ما بقاش يهضر معايا. مهم بقيت كنتسنى فيه ما جاش. لغد ليه قال لي داك الدري راه مشى خطب بنت خالته، فوتي عليك. انا مرضت في ديك اللحظه، دارت بيا الدنيا، بقيت ما ندير، بغيت نموت في ديك اللحظه. قرايتي هملتها على ودو، الباك صافي ما جبتش فيه، تحطمت نفسيا، ما رضيتش، حاولت نتاح ما مره ما جوج.
داز عليا عام وانا حالتي حاله ما درت والو في حياتي. ماما مرتها معايا، جلست معايا بزاف، ما لقات ليا، ما لقات ما دير. صعيب صعيب تنسى شي واحد بغيتيه ومن قلبك وغدرك وضيع عليك شبابك وحياتك، صعيب بزاف. دابا دازو ليا وبان ليا صونا ليا قاليا كديريها واعره، حاسه براسك كتشوفي غير الفوق وهازه من اخرك. انا اصلا هضرت معاك غير باش نطيح لك كوارك، وهنا كيف جيتك. ومره اخرى ما تبقيش تكبري، هو يبلوكيني. حاجه وحده اللي ما بغاش عقلي يفهمها، واش اللي داخل سوق راسو راه متكبر وحاس براسو. وليت كندوز في الدرب كنسمع واديك المدلوله، كنحشم ونخرج، كنحشم ونخرج. عقدني في حياتي، ولكن كما سديت سودان. عمرك تضحك على شي بنت الناس كيما كانت؟ الدنيا دوارة، دابا في عمري 21 عام بقى مصدومة، كنفكر في الموت. كاينين بزاف ديال البنات في حالي، وكاين بزاف ديال الحوايج اللي ما مفهومينش، ويمكن ما بغاوش يتفهموا ليا. انا كنعاني كنعاني والله الا كنعاني في صمت. انا ما بغيتش نطول عليكم القصة، والصراحة ما كرهتكمش تقولوا لي شنو ندير. انا كنحس براسي كنعاني من واحد الاكتئاب، ولكن الله غالب. كنتمنى عافاكم تجاوبوني. انا راه غادي نقرا الكومونتيرات في القناه ديال مايستوريا حكايتي. نشكرك اختي بزاف حيت سمعتي قصتي، وغادي تقرايها وغادي يسمعوها بزاف د الناس. وعافاكم نقول لهم غادي بغيت نقرا الاراء ديالهم ويقولوا لي شنو ندير، راني كنعاني والله العظيم. شكرا لك اختي بزاف.